ازيكم، انا سلوى، والنهارده هعمل معاكم طريقه فراخ سهله جدا وجميله، وهتاخد معاكي يا دوبك 45 دقيقه بس علشان يبقى الاكل جاهز. الفراخ هتطلع طريه ولذيذه خالص، ما اقولكوش الطراوه بتاعت حتى الصدر هتبقى طريه جدا. يلا نشوف. هنغسل الفراخ وننشفها بورق مناديل كويس علشان التتبيلة او البهارات اللي هنحطها تلزق فيها. البهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الثوم البودرة، معلقة صغيرة من البصل البودرة، بقدونس مجفف، ومعلقتين من البابريكا، وطبعا مش هننسى حبة ملح حلوين، ومعلقتين من الزيت. ونتبل بيها الفراخ كويس جدا ونديها كده حبة مسلوش حلوين. ونجيب طاسة سخنة جدا، وياريت تكون اللي هي الكاست ايرون او الحديد، لان الطاسات دي بتحتفظ بالحرارة لمدة طويلة وبتخلي الفراخ او اللحمة تستوي بسرعة وكمان تفضل طرية. لو ما عندكوش الكاست ايرون اتأكدوا بس ان الطاسة بتاعتكم تبقى سخنة جدا جدا كده وانتوا بتحطوا الفراخ تسمعوا تش. المهم هنحط الفراخ ونحمرها من ناحيتين، ولما توصلي للون اللي يعجبك تبتدي تضيفي عودين من الروزماري الطازة، وكوباية من البصل المتقطع جوانح، عودين من القرفة، ونص كوباية مية او ربع كوباية مية. وبعدين لو حبيتي تضيفي شوية بعدين ابقي ضيفي، فاحنا مش عايزين يبقى فيها مية كتير. ودلوقتي الوقت ان احنا نظبط الملح بتاع الفراخ، فممكن نضيف شوية ملح كمان، ونغطي الصينية او الطاسة بورق فويل وندخلها فرن تكون اوريدي سخنة على حوالي 180 درجة مئوية. هتاخد في الفرن حوالي 45 دقيقة لساعة على حسب حجم الفراخ. ودلوقتي خلاص الفراخ جاهزة اهي، جميلة جدا، مخدتش معانا وقت، وطرية مويست ديليشيس، لان احنا حطينا فيها طعم بهارات كتير مع روزماري والقرفة، طبعا طعمها خطير جدا والريحة تحفة. انا حاولت اني اخليها تبقى اكلة سهلة وسريعة وكمان واخدة الطعم العربي بتاعنا. يا رب تكون عجبتكم، وسبسكرايب علشان تشوفوا اي وصفات تانية انزلها، وشكرا على المشاهدة. باي.